بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أبرأ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بكلمة لا تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين كل الناس بتموت، حد بيتكلم؟ هذا منكر، لابد من ان احنا ننهي. قبل ما نبدا كده تحيه كبيره لاهلنا في القدس واهلنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم ويعين من اعانهم ويخزن من خذلهم. هم محتاجين الدعاء صحيح، واحنا ايضا محتاجين دعاء لانهم اشرف واطهر شرف الامه. ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم على الاحتلال. والا النبي صلى الله عليه وسلم، والا ديانه الاسلام، لان احنا زي ما بنحترم الاديان الاخرى لازم تحترمنا. طالما انت هتحكرنا بالمال وخصم مال وبتاع، لا تعالى قاطع المنتجات الفرنسيه، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للاسلام. هي العمليه مش عمليه نفاق، هي عمليه شهاده ونقل واقع موجود. ما بقولكش وانت بعيد وانت ما شفتش وانت مش معايش، اتكلم. النرويج اللي بتتكلم على حقوق الانسان وحقوق العمال، مش هتعلمنا ازاي احنا العرب ولا مسلمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي الاجير اجله قبل ان يجف عرقه. النرويج اللي بتتكلم على حقوق الانسان، اللي كل الشركات توريد الاسلحه للكيان الصهيوني من النرويج. ما تكلموناش على حقوق الانسان. فلسطين كل الناس بتموت، حد بيتكلم؟ ولا حد بيتكلم. فمفيش حد يجي يعلمنا احنا حقوق انسان. احنا اللي ربينا او وصلنا للعالم حقوق الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من تعايش مع اعدائه، اول من تعايش مع من حواليه، اول من عايش او اول من اخى بين المهاجرين والانصار، عمل معاهدات. ما تكلمنيش انت تقول لي حقوق انسان، هتعلمني انت حقوق انسان. القضيه الفلسطينيه انسانيا لازم تتضامن معاها بالوقت بالمال بالمواقف بالفلوس بالدعاء كل ما تملك. لسه حي الشيخ جراح لسه ما تحلش، التهدئة موجودة، أتمنى تبقى موجودة. الإعمار بتاع غزة يا ريت كل اللعيبة العرب تتبناه، حملات تبرعات وإحنا ندعم هذه الحملات، الدعاء المال كل ما تملك، ما تبخلش بحاجة. ورسالة أخرى، الواد محرز بيلف في لفة التتويج في اللحظات اللي الإنسان بينسى فيها كل شيء إلا فضلة التتويج نفسها. اللحظات هي دي بتبقى باقية وخالدة في أذهان الناس، المواقف الإنسانية. أنت مش لعيب كرة بس، أنت لعيب كرة لازم تتحول من نموذج في مجال شغلك ومجال كرة القدم لقدوة لصاحب رسالة. ومعلش السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، استوديو رياضي، إنما مش إحنا مش استوديو رياضي بس. يعني انا بيبقى عندي حرب على اخواتي وما سندهمش حتى بالكلمه. ابرأ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكلمه ان كل واحد فينا يقف على الحساب على الصراط. ماذا قدمت للامه؟ ربنا سبحانه وتعالى اداك اسم وشهره وفلوس، عملت ايه؟ هذه الظاهره الشذوذ الجنسي لازم يبقى فيه تربيه وفيه تعليم للشباب الطالع. احنا بنتكلم على اقوى دوري في العالم من الناحيه الفنيه، انما في ظواهر لا تناسب العقيده بتاعتنا صحيح. ولا تناسب ديننا. ده اكبر عقوبه حصلت في التاريخ وذكرها القران، قوم لوط فخسفنا به وبداره الارض فجعلنا عاليها سافله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم. فانت بالظاهره دي مش بتكرم، ده انت بتهين بني ادم. فخلي بالك الناس، مباريات رياضيه، خلي بالك انت بتخش المباريات الرياضيه والرسائل الرياضيه بتخش كل بيت. فدور الاب والام والاخ ومحمد والدكتور طارق تصدى لهذه الظاهره التي لا تناسب الاسلام وضد الفطره وديننا وكل الاديان بتنتهكها وبتحاربها. فخلي بالك احنا موجودين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر، لابد من أن احنا ننهيه وفي نفس الوقت بنحافظ على قيمنا.
وعاداتنا وتقاليدنا في ظل دوري قوي. احنا بنشيد بالظواهر الحلوه لا للعنصريه والحاجات الخيريه الملعب الجميل واللعب الحلو، انما الظواهر اللي لا تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا لازم نقف لها وتصدد لها.